القوانين الكنسية بقى دي حاجة ممكن تتعدل زي القوانين العادية؟ ولو ممكن تتعدل بتتعدل ازاي؟ يعني ايه اجراءات التعديل ده؟ اكيد اكيد يا رولا، لازم نفرق في البداية ما بين في قوانين مصدرها إلهي حسب الشريعة الطبيعية والوحي والإلهام، وفي قوانين موضوعية أو قوانين الكنيسة هي اللي حطاها. تعال نفرق ما بين الحاجتين ونقول بعض الأمثلة. أكيد فيما يخص التشريع الإلهي والقوانين الملهمة واللي مأخوذة من الكتاب المقدس والوحي والإلهام، دي قوانين غير قابلة للتعديل. أقول لك مثل بكل بساطة، الله بيخلق آدم وحواء وبيجعلهم زوجان، معنى كده إن الزواج هو عهد زي ما هنشوف مع اللقاءات اللي جاية، هو شيء ما بين رجل وامرأة. هل الكنيسة عندها القدرة إنها تقول بعد عشرات السنين أو مئات السنين إن هذا الزواج هو ما بين رجل ورجل؟ أكيد لأ، أكيد لأ، بيفضل الزواج المسيحي هو ما بين رجل وامرأة فقط لا غير. هل الكنيسة عندها حق التعديل على هذا الأمر؟ أكيد لأ. إذن في قوانين، مثلا شريعة لا تقتل، الشريعة دي موجودة في قلبنا، مش بس لما الإلهام أو الوحي أو الكتاب المقدس أظهرها لينا، لكن الشريعة دي موجودة في قلبي. لا تزني، لا تشتهي، الحاجات دي موجودة في قلبي. هل مع الوقت ممكن يكون في قوانين في الكنيسة تلغي هذه الشريعة؟ أكيد لأ. فإذن بنفرق ما بين قوانين إلهية مصدرها الشريعة الطبيعية اللي في قلوبنا ومصدرها كمان الوحي والإلهام. أكيد هذه القوانين لا تتغير أبدا أبدا، وما فيش حد في الكنيسة عنده السلطة إنه يغيرها. نتكلم بقى على قوانين إيه تاني؟ قوانين كنسية موضوعة. أقولك بعض الأمثلة عشان نفهمها أكتر. بيجي في بالي دلوقتي مثل حلو جدا، الكنيسة كانت بتعترف لغاية نقول 5-6 سنين سابقين بعقوبة الإعدام، وكان قانون العقوبة الإعدام مسموح بها، حتى موجودة في كتاب التعليم المسيحي، اللي هي عقوبة من ضمن العقوبات. مع تطور علم الإنسان وتطور علم العقوبات وتطور المفهوم الإنساني، الكنيسة ابتدت تشوف إن مش ده الحل الأمثل، إن الشخص يقدر يتوب بيه، لأنه خلاص ما عندوش فرصة إنه يرجع بعد كده يحيى حياة من جديد. فبالتالي الكنيسة فكرت وغيرت القانون ده على إنه إيه؟ على إنه هذا القانون الإعدام الكنيسة لا ترحب به تماما. أهو ده تغيير في القانون. قوانين تانية كتيرة، يعني مثلا أقول لك قوانين، في بعض القوانين زي قوانين الصيام مثلا، قبل كده كنا بنشوف الصيام 2 و4 وجمعة، دلوقتي 4 وجمعة أو أيام الجمعة فقط. فإذن في حاجات الكنيسة عندها القدرة اللي هي تعدل فيها. علشان تغير الكنيسة احنا محتاجين في حاجة اسمها الدائرة الفاتيكانية لمجموعة القوانين، بتدرس العلوم الإنسان، علوم الطبيعة، علوم الاجتماعية، كل العلوم دي، وبعد كده بتحاول تشوف إيه الأمثل النهاردة لواقع الإنسان. لكن برجع وبكرر، الأمثل لواقع الإنسان مش معناه إنه يجاري الإنسان، ومش معناه إنه يجي ضد الشريعة الطبيعية وشريعة الله. بما أن حضرتك ذكرت بالفعل موضوع الزواج وأن هو حاجة بتحصل ما بين رجل وامرأة وأن ده بيعد من القوانين الكنسية، طيب إيه هو بقى مفهوم الزواج حسب القانون الكنسي؟ القانون الكنسي بيعرف الزواج إزاي وإيه شروط صحة الزواج ده؟ ده موضوع كبير هناخد في وقت طويل، أحاول أختصره. تعالي أقولك حاجتين ثلاثة. أول حاجة رولا، أول حاجة نقدر نقول كده، القانون الكنسي بيشوف الزواج المسيحي على إنه أول حاجة عهد. يعني إيه عهد يا رولا؟ عهد يعني الله بيخلق رجل وامرأة، آدم وحواء، رجل وامرأة، وبيخلق ما بينهم هذا العهد، ومش بس عهد ما بينهم، لكن عهد ما بينهم وما بينه. فالزواج هو عهد، عهد ما بين رجل وامرأة، مش رجل ورجل، مش رجل وامرأتين، مش امرأة وامرأة، رجل وامرأة. علشان كده اكملنا الله هو اللي أسس هذا العهد، مفيش سلطة على وجه الأرض تقدر تغيره، ولا دولة ولا رؤساء ولا ملوك ولا حتى الكنيسة تقدر تغير في هذا العهد، لأنه ثابت في طبيعة البشر. هذا العهد إيه هدفه؟ أنه بيخلي الإنسان رجل أو امرأة مع بعض بيحققوا دعوتهم الأصلية اللي هي الحب زي ما اتكلمنا الأول، لكن في تحقيق هذا الحب
احنا محتاجين شروط والتزامات وواجبات. الحب كنا بنقول مش بس مشاعر وأحاسيس، لكن الحب عبارة عن أشياء عملية بتقدم وبنلتزم بيها. علشان كده في القانون الزواج مش بس عهد لكنه عقد. عقد يعني فيه التزامات وواجبات. طبعا نقدر نقول مثلا التزامات، مثلا حق الإنجاب، حق أن تتواجد الزوجة والزوج في بيت واحد، حق تربية الأطفال، حق الميراث، حقوق تانية كتيرة بتنبع من أن الزواج هو عبارة عن إيه؟ عقد. النقطة التالتة، الزواج مش بس عقد، مش بس عهد، مش بس عقد، لكنه كمان سر. مفيش ما بين المعمدين زواج إلا لما يصبح سر كنسي. يعني إيه؟ يعني إحنا لا نعترف أن يكون في اتنين معمدين بيتجوزوا زواج مدني فقط لا غير. بالنسبة لنا ده مش سر. الكنيسة ما بتقولش أن هذا زواج بالنسبة لها. ليه؟ لأن مدام معمد، إذن العماد بيجعل أن هذا الزواج بيتحول إلى سر مقدس. يعني إيه سر مقدس؟ يعني يسوع المسيح بيرفعه من شيء طبيعي زي أي رجل وامرأة إلى أنه ياخده على عاتقه، بيمثل هو هذا الزواج زي ما يقول القديس بولس على أنه هو وعلاقته بالكنيسة. طبعا إذن بنقول الزواج عهد، الزواج عقد، الزواج كمان سر مقدس. في الختام ليه؟ علشان الإنسان يقدر يحقق ذاته ويقدر يدي نفسه كاملة للمرأة. عشان كده بنقول ما ينفعش إن راجل يكون عنده علاقة بزوجتين. ليه؟ لأن إزاي يقدر يدي نفسه كاملة لشخصتين أو لاتنين؟ فإذن هذا الكيان بيعطى فقط لحد بس. قلتيلي يعني كمان إيه هي شروط صحة الزواج؟ أكيد في المرات الجاية هنتكلم يعني إيه الصحة وهكذا. تعال اقول لك المثل ده، شايفه المايك ده؟ المايك ده واقف على ثلاث رجلين. كمان الزواج الصحيح بيقف على ثلاث رجلين. اول حاجه ان ما يبقاش، يبقى الشخص اهل. يعني ايه اهل؟ يعني ما عندوش اي مانع من الموانع، يعني عنده السن، هنقول الموانع دي في مرات جايه هم 13 مانع. الحاجه الثانيه هو ان يكون هذا الشخص بيقدم رضا بطريقه حره. كمان في عيوب في الرضا، في أمراض نفسية ممكن تعوقني في الرضا، في وسواس، في نرجسية، في أمراض شذوز. وأتمنى يكون عندنا وقت طويل نحكي عن هذه المشاكل، لأن ده بيمنع أن الزواج من بدايته بيكون صحيح. بنلاقي مثلا بعرف يعني خبرات وهكذا، مشكلة من المشاكل أن في امرأة بعد سنة سنتين من الزواج بتكتشف أن جوزها للأسف عنده شذوذ. هو بيقدر يعمل معها علاقة ولكن عنده شذوذ، فطبعا ده بيأثر عليها بطريقة رهيبة وبيأثر كمان على نوع العلاقة معها. طيب هل الشذوذ ده اللي من قبل الزواج واللي متلازم مع الزواج هل يقدر يبطل الزواج؟ بالتأكيد، لأن الإنسان اللي عنده هذا الشذوذ ما عندوش القدرة ان يعني انه يقول نعم للشخص بكل حرية. فده مثل من ضمن الامثال. فطبعا قلنا اول حاجة يكون اهل للزواج، يكون الرضا بتاعه رضا صحيح، وتالت رجل كده وهو ان يكون ايه، حاجة بنسميها الصيغة القانونية. الصيغة القانونية يعني الطقس المقدس. يعني ايه الطقس المقدس؟ يعني على الاقل وجود اب كاهن واتنين شهود. لو في رجل من الرجلين دولة وقعت يبقى الزواج باطل كأنه ما تمش.